أخبار اليوم. ودلوقتي هنبتدي نحل السؤال الثاني. السؤال الثاني بيبتدي بسؤال: أذكر تطبيقا عمليا لكل مما يأتي. طبعا زي ما تعودنا هنحط خط تحت الكلمة اللي هي هتوجهني للإجابة. احنا عايزين استخدام أو تطبيق في الحياة العملية للظواهر أو للأجهزة اللي هيقولها. عايزين تطبيق عملي على ظاهرة مايسنر. طبعا ظاهرة مايسنر بتستخدم في تصميم القطار فائق السرعة، فدي الإجابة وهذا يكفي، لأن هنا السؤال كان أذكر، لو اشرح يبقى أنا هضطر أشرح، لكن هنا نكتفي بهذا الجزء كأذكر. الجزء الثاني من السؤال: الاستشعار عن بعد. تعرف أن الاستشعار عن بعد بيتم عن طريق الأقمار الصناعية أو الأجهزة المحمولة جوا أو الأجهزة المزروعة على الأرض، وبتلتقط كل الإشعاع الحراري صادر عن الأرض بالإضافة للضوء المنعكس عن سطح الأرض. بس كل ده مش الإجابة. الإجابة فيما يستخدم الاستشعار عن بعد. عايزين تطبيقا عمليا، خد بالك لأن دي بتبقى مشكلة عند معظم الطلبة. هو حافظ، هو مذاكر، وده حاجة كويسة، بس بيكتب بطريقة اللي حافظه بيحطه في الورقة. لا لا لا، أنا هشوف السؤال عايز إيه بالظبط. عايز تطبيقا عمليا على الاستشعار عن بعد، وهو تحديد الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض. يبقى إيه الإجابة اللي أنت هتاخد عليها درجة؟ تحديد الموارد الطبيعية تحت سطح الأرض. ممكن تقول بقى عن طريق الأقمار الصناعية وتستكمل إجابتك، لكن لازم يكون الجزء ده موجود في الإجابة. الطيارات الدوامية، أنت عارف أن الطيارات الدوامية دي الطيارات مستحثة، بتتولد في أجزاء معدنية ودي بتولد طاقة حرارية. برضو كل ده مش هيديك أي درجة، لكن هو عايز إيه الجهاز أو الحاجة اللي بتعتمد في عملها على الطيارات الدوامية؟ وأنت عارف أن الإجابة هي أفران الحث، وأفران الحث بتستخدم في صهر الفلزات. خطوط فرنهوفر هي خطوط، طبعا زي ما انت عارف، خطوط سوداء بتظهر في الطيف الشمسي، لكن هي دي اللي كانت إثبات أن عنصري الهيليوم والهيدروجين هم الغازين الموجودين على سطح الشمس. الدوائر المتكاملة، انت عارف أن الدوائر المتكاملة اللي احنا بنسميها المايكروتشيبس هي دوائر مجهزة، وهذه الدوائر بتدخل في كل الإلكترونيات، سواء الإلكترونيات التناظرية أو الإلكترونيات الرقمية، لكن في كتاب مدرستك محطوط كده أنه في المجال الطبي بتستخدم في كل أجهزة المتابعة والتشخيص. نتكلم بقى على هذا الإثبات. طبعا الأسئلة الإثبات بتكون هي معتمدة على الحفظ وإنك بتكتب بطريقة جيدة وبشكل كويس. هو عايز أن يثبت أن عزم الإزدواج المؤثر على ملف مستطيل يتجاب المعادلة BIAN إذا كان مستوى الملف موازي لاتجاه المجال. يبقى حضرتك بترسم، تعالوا نشوف مع بعض كده الإثبات. طبعا أنت حافظه أكيد، الرسم أهي لازم تترسم، طبعا ما فيش حاجة اسمها إثبات بدون رسم. يبقى ده الرسم اللي أنت هتكون حطه. زي ما أنت عارف أنه لما الطيار بيمر في الضلع ألف ب بيتأثر الضلع ألف ب ده أو إي بي بقوة، وبيتأثر برضو الضلع سي دي بقوة، ويكون القوتين متساويتين وبيكونوا في اتجاهين متضادين ومتوازيتين، فبيعملوا حاجة اسمها عزم ازدواج، أو بيعملوا ازدواج يعمل على دوران الملف، وبنحسب عزم الازدواج زي ما انت عارف بأحد القوتين في البعد العمودي، فبناخد F منهم اللي هي BIL في البعد العمودي، وبالتالي بنوصل في الآخر مع لما نمشي في التسلسل بتاع الإثبات إلى أنه عزم الازدواج بيساوي BIAN. وده سؤال سهل، بيعتبر على فكرة بيبقى في الامتحان بتبقى الأسئلة دي عليها 3 درجات، فبيعتبر بالنسبة لنا سؤال متاح، يعني سؤال يديك ميزة يعني في أنك تحصل على درجات سهلة. السؤال اللي جاي: ماذا يحدث لخصائص كل من المواد الآتية عند تبريدها؟ عند تبريدها، أنا طبعا في كلمات دايما أحط تحتيها خط عند تبريدها، لازم أركز قبل ما أجاوب. يبقى احنا دلوقتي عندنا مواد هنبردها إلى درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، ماذا يحدث؟ وطبعا ده سؤال بيربط بين أكتر من فصل، ودي من الأسئلة اللي تبقى كويسة في الامتحان. الهيليوم، وطبعا الهيليوم في درجات الحرارة منخفضة في الفصل بتاع الخاص بالدرجات الحرارة منخفضة. بلورة من السيليكون دي موجودة بقى في الإلكترونيات اللي هي آخر المنهج، وملف من البلاتين بيرجع تاني لدرجات الحرارة المنخفضة. إذن هذا السؤال بيربط بين أكتر من فصل، ودي من الأسئلة اللي تعتبر جيدة لأنها بتمشي في المنهج، مش درس ولكن بتربط بين أجزاء المنهج.
الهيليوم المسال، ايوه صح كده، الهيليوم المسال بيتحول الى زي ما انت عارف مائع فائق السيوله او سائل فائق السيوله، ويستطيع انه يتسلق جدران الاناء الحوي له حتى ضد الجاذبيه. طبعا الخاصيه دي انه بيفقد اللزوجه الخاصه به. يبقى الخصائص اللي اتغيرت هي اللزوجه، انه فقد اللزوجه واصبح سائل فائق السيولة أو يستطيع التحرك على جدران الإناء. بالورة من السيليكون النقي، أنت عارف أنه البالورة من السيليكون النقي لما توصل لدرجة حرارة قريبة من الصفر المطلق بتكون كل الروابط في البالورة مكتملة وقوية، وبالتالي يقل تركيز حاملات الشحنة في البالورة، وبالتالي بتبقى نقدر نقول عليها مادة عازلة أو بالورة عازلة للكهرباء. ساعات نقول ان التوصيليه الكهربائيه تقترب من الصفر. ملف من البلاتين برضو ده موجود في درجات الحراره المنخفضه. تعرف البلاتين من الامثله اللي عندك في المنهج اللي بتتحول الى موصلات فائقه، يعني يبقى التوصيل الكهربي مرتفع جدا ومقاومتها الكهربيه تنعدم عند درجات الحراره المنخفضه وتقترب من الصفر المطلق. اذا دول ثلاث نقط بثلاث درجات ايضا في الامتحان. عندنا مساله، المساله دي بتحتاج شويه تفكير، عايزين نقول ازاي نفكر فيها لان ده حاجه مهمه جدا. عندنا اربع مقاومات 2 اوم 4 اوم 10 اوم 12 اوم، وصلناها الى بطاريه قوتها الدفع 6 فولت مقاومتها الداخليه 2 اوم. كانت شده التيار خلال المقاومه 4 اوم ضعف شده التيار خلال ال 2 اوم. يبقى احنا عندنا هنا شرط، هو شرطه عليا، انت المقاومات الاربعه دول متواصلين مع بعض، بس هتخلي التيار خلال الاربعه اوم ضعف التيار خلال الاثنين اوم. طبعا بهدوء كده، لو احنا قلنا تعال نوصلهم على التوالي ينفع؟ لا ما ينفعش، لانه لو على التوالي يمشي فيهم نفس شده التيار، وهو هنا قايل ان التيار في الاربعه اوم ضعف التيار اللي في الاثنين اوم. طب ينفع نوصلهم على التوازي؟ برضه ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان المفروض لو هنوصلهم على التوازي هيكون التيار في الاربعه اوم اقل من التيار في الاثنين اوم، لان دي المقاومه الاكبر فيخش لها تيار اقل. اذا لازم نلاقي طريقه تخلي التيار في الاربعه اوم اكبر من التيار في اثنين اوم. خد بالك ان في كمان مقاومات اخرى لازم كلهم يتوصلوا. اذا ايوه ده صح، نخلي الاربعة اوم على التوالي مع البطارية، وبعدين نعمل فرعين والفرعين يكونوا متساويين، يعني ناخد العشرة مع الاثنين يبقوا 12 وال 12، بحيث انه التيار يتقسم بالتساوي. فالرسمة تبقى كده، لو احنا هنرسم يبقى دي مقاومة اللي هي هتبقى اربعة اوم، وبعدين اطلع بمقاومة دي اللي هتبقى مثلا 2، وبعدين مقاومة اللي هي تبقى 10، وبعدين نيجي هنا هوت نعمل المقاومة اللي هي هتبقى 12، وبعدين كده ونرجع للايه؟ نرجع للبطارية. فتعالى نكتب هنا 4 اوم، ونكتب هنا هوت 2، ونكتب هنا هوت 10، ونكتب هنا هوت 12. بص بقى التيار اللي ماشي هنا هيضطر كله كاملا يعدي هنا، هيجي هنا يلاقي فرعين متساويين في المقاومة، ادي 12 وادي 12، يبقى هنا نص التيار الكلي وهنا نص التيار الكلي. يبقى التيار ده اللي هو التيار الكلي اللي معدي في الاربعة اوم اتقسم نصين بالتساوي، اذا التيار اللي في 2 اوم نص التيار اللي في 4 اوم، او العكس التيار اللي في الاربعة اوم يعتبر ضعف التيار اللي في ال 2 اوم. اذا حققت الشرط اللي هو قاله عندي هنا هو. بعد ما رسمت، هي دي الرسمه اللي هتحقق الشرط، اوجد شده التيار المار خلال البطاريه. طبعا ده سؤال اصبح سهل لو وصلت للرسمه، اصبح سهل. ليه بقى؟ لان انت هنا هتحط 6 فولت وتطبق قانون اوم للدائره المغلقه. زي ما انت عارف انه تيار الدائره هيساوي القوه الدافعه على المقاومه الكليه، القوه الدافعه على المقاومه الكليه. فانت دلوقتي عندك هنا هوت 12 و12 دول على التوازي ب6، وادي الاربعه يبقوا 10، وفي مقاومه داخليه كمان هو في السؤال قال لي ومقاومتها الداخليه 2 اوم، ما ننساش دوت. يبقى هنا هوت الاي هتساوي ال 6 اللي هو القوه الدافعه على المقاومه الكليه. احنا قلنا عندك 6 وادي 4 10 وادي هنا 2 يبقوا 12، يبقى 6 على 12 تبقى الاجابه تطلع. وانا متهيألي ان كلكم هتحلوا الجزء الثاني لو قدرتوا توصلوا للجزء الاولاني، فبتطلع الاجابه نص امبير.